انا طب جربت ده رأيك ايه يا استاذ جمال في وانا بقرا النص اتكون عندي احساس انه هذا النص يعني المفترض انه تكون كاتبته امرأة، لانه هذا. وبعدين خاصة لما شفت المسلسل، وانت تشوف المسلسل ده في هذا النص، والمسلسل من المسلسلات القليلة جدا اللي فيه انحياز مطلق للمرأة صحيح كضحية تمييز وقهر واضطهاد صح في المجتمعات الشرقية. انت حتى النساء في هذا المسلسل حتى لما بيغلطوا بيبقوا مدفوعين باتجاه هذا الغلط بسبب الاضطهاد وبسبب القهر وبسبب القمع والى اخره. فده من يعني ما اعرفش اذا كان النقاد والناس اللي بتشوف المسلسلات هياخدوا بالهم من الحكايه دي. وسؤالك فعلا انه ليه ما حدش وقف للحق غير امراه في هذا المسلسل؟ هذا المسلسل الحقيقه مسلسل يدافع عن المراه بقوه وبانحياز شديد، وده شيء كويس بصراحه.